السلام عليكم. اهلا عليكم السلام، عظم الله اجرك. جنى واجرك. واخيرا نورت المحطه واللي بقى براسك ان شاء الله. عاد ما حد اشوف وجهك كذي زعلان، وين بشاير اللي ضحكتها هالكبر. انا مو مستوعب اني انا ما راح اشوف ابوي بعد، او حتى ما اسمع صوته. الله يصبرك ان شاء الله ويمسح على قلبك، ان شاء الله تلتقون بالجنه بعد عمر طويل ان شاء الله. يا استاذ عبد الله سافر. يدري انت مش تدرين، تدرين ايش كثر انكرفت وتكود اللود كله علي؟ حقت عليك. صدق لما داومت احس نفسيتي تغيرت وارتحت شوي. اطلب لك اليوم؟ لا لا تتعب نفسك، انا اطلب لي. واذا ما اتعب عشانك اتعب حق من؟ وانا اعرفك انت بطينيه ما تاكلين، اشوف هالوجه مبوز. شكر ما قصرت. يلا الحين اطلب لك.